أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، يعني شفت الأحداث وهي بتترتب بشكل أو بآخر يعني. وزي ما انتوا شفتوا كده، يمكن تحت الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهاردة بيعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي. في تمن، زي ما اسم الندوة النهاردة التمن، في تمن كبير قوي الدفع. والتمن ده في أسر، أنا دايما أقول الكلمة ديت، وتكراري له هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة. إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم، وكمان كبير جدا عندنا كلنا، مش عند أنا بس أفتكر، يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد إيه إن في تمن كبير أوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في أمن وأمان وسلام. ومهم قوي ان مش الرساله بس للمصريين الطيبين، وحتى للاشرار. لما حصل الكلام ده من سنين، كنا بنقول ان الموضوع ده في يوم من الايام هينتهي، ومفيش ارهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد. مفيش. في تمن وفي وقت كبير بيضيع، وفي مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد دي، لكن أكيد اليوم هيجي لنهاية، واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا 10 سنين. أنا خليني هكلمكم على كشاهد عيان ازاي الموضوع ده حصل، وهقوله لكم عشان تعرفوا ان مفيش حاجه بتتعمل والده اللحظه، ده فكر وخطه وترتيب واجراءات بتتعمل عشان في النهايه ندخل احنا في اللي احنا دخلنا فيه العشر سنين اللي فاتوا. وأنا مش بقول حكاية، أنا بقول لكم وقائع. كنت أنا نائب مدير المخابرات في 2009، فكنا بنعمل لقاءات عشان مناقشة الوضع الأمني في سيناء، وأنا بقول الكلام ده لكل المصريين وللضباط الصغيرين اللي موجودين فوق، وحتى للضباط الشرطة كمان. فكان ما بقولش سر ولا حاجه، لكن كانت اللقاءات ديت بتتعمل، وكان ساعتها مدير المخابرات اللي هو مراد موافي، وكان رئيس جهاز الامن الوطني ساعتها او كان اللي هو حسن عبد الرحمن. فكنا بنناقش الوضع، فكنا شايفين ان خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء. البنية الأساسية دي عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وأيضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة. وكانوا ساعتها لو أنتوا رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا ان انا بتكلم على 2008 او 2009، هتشوفوا ان هم كان في افلام لهم وهم بيعملوا عروض اكنهم خارج الدوله يعني. وكان الكلام ساعتها ان في مشكله كبيره موجوده في سيناء، وكانت المشكله ديت
يعني ان اللي موجود هناك الكتله اللي اتشكلت دي على مدى السنين اللي قبل 2008 و7 و6 يمكن و5 بقت محتاجه جهد وعمل عسكري كبير، مش بس بالشرطه، لازم الشرطه والجيش تتدخل عشان تحل المساله ديت. ما حصلش. ما كانت طبعا في ظروف وفي اتفاقيات، فكان الموضوع ان القوات اللي موجوده قوات شرطيه محدوده، والقوات بتاعت الجيش موجوده على خط الف بس يعني. وفضل الموضوع كده، وبانت المؤامره بابعادها الكامله في 2011، والناس مشغوله في الميدان. كان بيتم تخريب تواجد الدوله المصريه هناك والقضاء عليه، اقسام مديريات، كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولايه وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كان خلاص بقى نتيجة التعدي ده، بقت الأمور خارج السيطرة. الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، فلازم إسرائيل هترد، وطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي، وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية يعني. كان القرار ساعتها من سيادة المشير إن احنا ندخل بقوات، عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم قلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ يعني، ان هم كانوا متفاهمين ده وما كانوش يعني، الحقيقة كانوا قالوا يعني بس ادونا خبر القوات اللي هتبقى موجوده قد ايه ونسقوا معانا يعني. واستمرينا من الوقت دوت لغايه دلوقتي، بس يمكن حجم القوات اللي كان موجود خلال الثمان تسع سنين دول من 2011 لغايه النهارده، زادت القوات كل مره عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟ عشان أنا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، اوعى عينيكم تغفل أو تنام على حاجة في جوه مصر. وكمان مش بس كده، كمان ننتبه على أي حاجة ممكن تمسنا بره مصر.